خلينا نروح لخبر اخر، وان الاتحاد الاوروبي يتجه لالغاء تقنيه الفار في دوري الابطال. كان في كلام بخصوص هذا الاتجاه من فتره، يعني من حوالي 3 اسابيع، لكن ما كانش فيه كلام جدي جدا. يعني هو دلوقتي بيقول لك احنا خلاص يا جماعه، لو هنستعيد او هنرجع المسابقات تستكمل، وتحديد المسابقات الاوروبيه يعني، فاحنا هنلغي تقنيه الفار. ليه السبب؟ قال لك عشان احنا عندنا غرفه تقنيه الفار بيبقى فيها اكتر من حكم في غرفه صغيره، فبالتالي ده ممكن يكون بسبب كده عرضه للتعرض للفيروس، عرضه للفيروس يعني، ممكن لا قدر الله حد فيهم يجي له فيروس كورونا او حاجه، فاحنا عايزين نتجنب كل هذه الامور، يبقى تجمعات في مكان مغلق او كلام من ده، ده مش هينفع. فالاتجاه الاقرب هيكون الغاء تقنيه الفار يعني، والاكتفاء بحكام الملعب. طيب، بعض التقارير كمان في الحكومه البريطانيه او من الحكومه البريطانيه، وبتقول ان خلاص بيطلبوا ببث الدوري الانجليزي مجانا. ايه السبب؟ ان انت لما تيجي ترجع الدوري الانجليزي او المسابقه، فجماعه احنا هنذيع المسابقه بشكل مجاني، خلاص مش هينفع. ده اتجاه برضو يعني، مش عايز اقول قرار رسمي لحد دلوقتي، لكن هو اتجاه. السبب ايه؟ قال لك لان طبعا الدوري الانجليزي مشفر حتى هناك في انجلترا يعني، فلو هو مشفر فبالتالي في بعض الناس غير قادره على دفع الاشتراك عشان تتفرج على الماتشات، واحنا عارفين بقى متعه الدوري الانجليزي، والناس كلها بتبقى نفسها تتفرج على الدوري الانجليزي. فقال لك ايه، لا احنا هنخلي الماتشات دي مجانا، لان لو فضلت مشفره فهتلاقي مثلا فلان راح لفلان مشترك عشان يتفرج معاه على الماتش، ومش بس واحد، ده ممكن تلاقي بقى استاد مصغر في بيت حد من المشجعين يعني، فانت بتخليهم عرضه كمان للفيروس. فبالتالي انت عايز تتجنب كل هذه. بصراحه الناس بتعمل حساب لكل كبير وصغير، بيحاولوا، ودي ميزه يعني، شرف المحاوله ده اهم شيء، انت تحاول وتعمل اللي عليك. هما بيفكروا في مقترحات، بيفكروا في كل كبيره وصغيره، عشان لو هيعود الدوري الانجليزي بشكل طبيعي فالدنيا تبقى مؤمنه يعني بنسبه ما. طبعا الموضوع صعب وخطر شويه، لكن انت بنسبه ما هتحاول ان انت تواجه الازمه وتشوف حلول مميزه ليها تقدر من خلالها تستعيد وتستكمل المسابقه المحليه يعني. فدي بعض التقارير الخارجه من الحكومه البريطانيه، او تقارير من الصحافه البريطانيه، وبتتكلم على اتجاهات الحكومه يعني هناك بخصوص بث الدوري الانجليزي بشكل مجاني عشان ما يبقاش فيه تجمعات للمشاهده. طيب، خلينا بقى نقول بعض الاخبار المبشره شويه بخصوص استئناف الدوريات، وخلينا نبتدي بالبوندوزليجا طبعا، الدوري الالماني. الناس هناك عملوا ايه؟ الناس عملوا لجنه لمواجهة الأزمة الحالية هناك، يعني رابطة الأندية المحترفة في ألمانيا، طبعا في روابط أندية محترفة في العالم كله ما عدا مصر، بقالنا 20 سنة بنقول عايزين نعمل رابطة بس ما بتتعملش، ما أنا مش عارف ليه الصراحة، السبب إيه أنا مش عارف، لكن في كل الأحوال يعني الناس عملوا لجنة لدراسة الموقف ولإيجاد بعض الحلول لمواجهة الأزمة. فقال لك اللجنة دي جهزت وثيقة من 50 صفحة، فريق العمل المكلف في اللجنة دي هو جهز وثيقة، وثيقة بتتمثل في ايه؟ الكلام اللي فيها بتتضمن الإجراءات المقرر اتخاذها لإقامة المباريات بدون جمهور على مستوى منافسات الدرجة دوريات أو دوري الدرجات الأولى والثانية والثالثة لفئات الرجال، وكذلك كأس ألمانيا والدوري الألماني للسيدات، وده في ظل طبعا أزمة وباء فيروس كورونا المستجد. فقال لك احنا جاهزين يا جماعه، طبعا مش بنسبه 100% هنتجنب الفيروس، في نسبه للخطر او نسبه للتعرض البعض للفيروس، لكن هي نسبه مقبوله، ممكن يحصل ممكن ما يحصلش، لكن هي نسبه مقبوله. فاحنا بنشتغل على الكلام ده، بنعمل كل اجراءاتنا الوقائيه، هنجهز ونعقم الملاعب الفنادق الكلام من ده عشان الدنيا تمشي بشكل جيد ونقدر نستعيد المسابقات يعني. فدي امور برده من ضمن الامور المهمه وللناس بتتكلم فيها في الدوري الالماني. قال لك في ظل مخاطر مقبوله طبيا، يعني طبيا يعني انت ممكن تكون حد عنده انفلونزا طبعا مع فارق المرض، انا بصراحه مش دكتور فمش عارف، فيروس كورونا اكيد اقوى طبعا طالما هو مميت دلوقتي، او هو اقوى عشان ما فيش دواء ليه يعني، فبالتالي انت هتحاول تتجنبه، ففي مخاطر بتبقى طبيه، ففي مخاطر مقبوله ومخاطر غير مقبوله. فقال لك احنا مجهزين المخاطر المقبوله لاستئناف النشاط في المانيا، ونتمنى باذن الله في اسرع وقت النشاط يعود في كل انحاء العالم، لان بصراحه
الوضع صعب على كل العاملين اكيد في مجال الرياضه بشكل عام في العالم كله، وبعض كمان المجالات الاخرى الخاصه ببعض العاملين اللي موجودين في هذه المجالات، فاكيد بيتاثروا بشكل كبير. الدول كلها متاثره بصراحه اقتصاديا، الناس كلها متاثره، فلازم نشوف حلول لمواجهه الازمه، لازم نشوف حلول لعوده الحياه بشكل طبيعي تحت عنوان صحه الفرد اهم من اي شيء، ده امر مفروغ منه. لكن ايضا احنا في انتظار كمان دواء يكون يشفي من هذا المرض يعني او هذا الفيروس.